وهذا طبعا شكرا، هذه شهاده ما يجي غير من بها. اعلامي كبير مقتدر عنده خبره طويله في المجال الفني، ما كتهملش الفنون اللي عندك في البلاد، يعني عندك واحد القدره على انك ما تنساش. اهتمامك بالملحون انا طبعا مساعد، انت كتساعدنا في نشر المعلومه حول هذا الفن وتقربه من الناس عن طريق برنامجك موزايك. وبالنسبه لي ما حبتي الفن الملحون، كنظن انا كجميع المغاربه يعني فوق ما استمعوا لقصيده معينه من قصائد الملحون الا وحسوا بديك النوستالجيا ديال الاباء وديال الجداد وديال احنا المغرب وديال عاداتنا وديال تقاليدنا، كيف ما كيوقع مع الاله الاندلسيه او الغرناطي. نعم. فهادو الالوان التراثيه اللي قريبه من ترابينا، يعني الطفل في دارو هو هذا لا بد ما غيكون استمع لهاد الالوان الغنائيه. شنو اللي شدك اكثر، القول الاداء؟ القول. نعم. القول اولا، القول لانه شعرا هو يعني ناس، هادو ناس ما كانوش كيف ما تنشير دائما، ناس ما درسوش في اكاديميه او مدارس، عطاهم الله هذه الهبه ديال النظم قصائد الملحون، ولهذا سمي من بين الاسماء اللي عنده اسم الموهوب، بمعنى انه هبه سماه لانه هبه من عند الله، عطاهم الله هذيك الملكه ديال النظم. فملي كتقرا القصيده يعني هكا ملي كتسردها بدون غناء كتحسها هي نازله من لحنها اولا، بلحنها، وثانيا الصور الجماليه اللي متوفره فيها يعني من الروائع. الكلام باش تنضم هو خليط ما بين الدارجة وعربية فصحى، يعني واحد الدارجة اللي هي أقرب للفصحى من دارجتنا اليوم. نعم. الرسائل اللي تمررت من خلال مجموعة من القصائد، يعني في الجمال، في النواة الدينية يعني، والتصوف اللي متوفر في مجموعة من القصائد، تقربنا من الله، التعريف بالمجموعة من البلدان، حتى الدول، يعني كاين بعض القصائد اللي تنظمات على دول غربية وعربية. فالملحون كتكتشف فيه، كتتعلم منه أشياء كثيرة، وكتقول والأجمل هو أنه هادو ناس اللي ما كانت عندهم ولا كتب ولا يحزنون، هادو منهم الموهبة ديالهم. فالقول ثارني، وطبعا من بعد كنت نسمع بالصدفة الحاج حسين تولالي الله يرحمه، الحاج عبد الكريم بنون، سي محمد بوزوبة، هادو ناس اللي كبرنا لقيناهم تأديوا هذا اللون الغنائي، فلقيته أقرب لي من ألوان غنائية أخرى كنحبها طبعا، ولكن يعني كنت فضلت التخصص في هذا المجال. من هنا يعني انطلقت هذه المسيرة، مع طبعا بتشجيع أستاذي الحاج حسين التولالي، واللي قدمني للجمهور المغربي، كيبقى أنه الجمهور يعني ملي كيطبع عليك فتقول الحمد لله ممكن أني نكمل في هذا المجال.